رجعنا لكم مشاهدينا. يقوم مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية أحد مراكز الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني مساء اليوم بتدشين مبادرة ساد التي تهدف إلى ترشيد وتقليل من هدر الطعام، ومشروع وجبة اللي يهدف إلى نشر ثقافة إطعام الطعام. خلنا ننتقل الحين إلى مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية أحد مراكز الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بنتعرف على هذه المبادرة مع نديبنا غانم المعاضيد. عندك الكلمة. مساكم الله بالخير ويا هلا ويا مرحبا فيكم. أرحب فيكم من مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، وتحديدا في مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية أحد مراكز الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. طبعا أنا اليوم أستضيف معاي السيد عبد اللطيف اليافعي المدير العام للمؤسسة، راح نناقش مع الفعاليات اللي موجودة عندهم في رمضان. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. مبارك عليك ما تبقى من الشهر. عليك. أستاذ عبد اللطيف، لو تكلمنا عن مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أرحب بالمشاهدين وأشكر قناة الريان على تغطية مشاريع مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية. بالنسبة لمركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية، هو المركز الأول من نوعه في قطر مختص في مجال المسؤولية المجتمعية. وتم تدشين هالمركز في بداية شهر رمضان الفضيل كأحدى مراكز مؤسسة الفيصل بلا حدود. طيب لو تكلمنا، طبعا احنا اول ما يدخل رمضان اكيد كل المراكز يكون عندها فعاليات ويكون عندها يعني برامج، لو تحدثنا عن فعالياتكم في شهر رمضان. في البداية بالنسبة للمركز، احنا طبعا هدف المركز الرئيسي هو نشر ثقافة الخدمة المجتمعية، وأن يكون في بيئة إيجابية لنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الفرد والمؤسسات سواء القطاع الخاص أو العام. طبعا احنا نركز في مشاريعنا على المتطوعين، وشون نقدر نجذب أكبر عدد المتطوعين اللي هم من خلالهم نقدر ننفذ مشاريع المركز. المركز في بدايته طبعا احنا وضعنا بعض المبادرات والمشاريع اللي فعليا بدينا فيها. فعندنا في برنامج بدينا أول رمضان اسمه رمضان هالسنة إنجاز. الهدف من البرنامج هذا يركز على التنمية الذاتية للشخص وسلوكه وانضباطه، من خلال أن احنا وضعنا له أهداف محددة يضعها الفرد لنفسه بحيث أنه يلتزم فيها خلال شهر رمضان. وفي بعدين متابعة من خلال الأخوان في المركز مع المتطوعين والمشاركين في هالبرنامج، يشوفون مدى إنجازهم وتحقيقهم للأهداف. هاي إحدى البرامج الحالية موجودة. أيضا في مبادرة رئيسية اسمها مبادرة زاد. هاي المبادرة أيضا تهدف إلى نشر ثقافة ضبط الاستهلاك الذاتي والأطعمة وعدم الهدر والتبذير والحفاظ على النعمة. بالضبط. فمن خلال المبادرة، هي مبادرة تتكون من عدة مشاريع، المشاريع هذه راح يعني تنطلق خلال السنة على مدار السنة. في شهر رمضان أطلقنا مشروعين، أول مشروع سميناه رمضان الأول. طبعا هذا المشروع يركز على صلة الرحم والتواصل بين الأهل، بين الأسرة، بين الجيران. نعم. طبعا في كانت عادة إيجابية وحميدة في المجتمع في السابق كانت موجودة، هي الزيارات وتبادل الأطعمة قبل الإفطار. طيب خلنا نشوف اللي هو زاد، يعني نعم. شنو الفكرة زاد بشكل عام ودور المتطوعين فيه؟ يعني أنا لاحظت أن أنتم تركزون على المتطوعين أكثر. بالضبط. فدور المتطوعين وشنو الهدف والرسالة اللي تبون توصلونها للمتطوعين؟ طبعا احنا في عندنا جناح تم تنفيذه من بدايه شهر رمضان في مجمع السيتي سنتر. هذا الجناح جناح خاص بمركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية، يستقطب الناس اللي حابين يعرفون اكثر عن المركز وعن مشاريعه. في نفس الوقت احنا قاعد نستقطب متطوعين، فلله الحمد الحين وصل عدد المتطوعين الى 400 متطوع ومتطوعه. يعني انتم توكم في البدايه، يعني ما شاء الله. اي نعم، في الحمد لله في البدايه، وبدينا في شهر رمضان. طبعا مبادره زاد تعتمد على تنفيذها على المتطوعين، فمشروع رمضان الاول فاحنا نقعد مع المتطوعين نعطيهم فكره المشروع، شلون يقدرون هم ينفذونه من خلال بيوتهم، من خلال اسرهم، من خلال الجيران، فيبدون في نفسهم، فبالتالي هذه المبادرة أو المشروع ممكن يتوسع ويعرف في المجتمع، وممكن نعيد
هالعادة الإيجابية لدى المجتمع، في نفس الوقت تساعد على تقليل الهدر من الطعام وأيضا إلى التواصل بين أفراد المجتمع. نعم. طيب طبعا مشروع زاد بينطلق اليوم. مشروع مبادرة زاد يتكون من عدة مشاريع، بدينا احنا من بداية رمضان. في لدينا ايضا مشروع ثاني اسمه مشروع وجبة. مشروع وجبة هو عبارة عن مشروع تكملة لمشروع رمضان الاول، فاحنا نفس الاهداف ولكن احنا حابين انه يستمر خلال السنة، مو بس في رمضان وعلى وجبات الافطار. طبعا احنا في المجتمع من خلال مشروع وجبة احنا ممكن ايضا نركز على التواصل بين المقيمين والمواطنين، بين العمال والموظفين، فاحنا ممكن من خلال هذا مشروع وجبه ممكن نصل او يصل الفرد بوجبه الى الشخص المحتاج او الاسره المحتاجه. نعم. كعمال يعني كاعداد الحين حاليا ما شاء الله اعداد كبيره موجوده من العمال. صحيح. طبعا في رمضان نغطيهم احنا من خلال موائد افطار صائم، لكن بعد رمضان ايش عندهم؟ ما في شيء. نعم. فاحنا حبينا ان مشروع وجبه يكون هذا استمراريه لافطار صائم، لكن تكون وجبه سواء غداء او عشاء للموجودين. طبعا هاي راح يكون لها مردود ايجابي ويعطي فكره عن القيم الاسلاميه والتسامح بين افراد المجتمع والتكافل واهتمام بالفقير ايضا. طيب لو تحدثنا عن المكان اللي يقدرون الجمهور انهم يتواصلون معاكم، وان المتطوعين يقدرون ان بعد يشاركون وياكم. بالطبع مثل ما ذكرت احنا عندنا جناح خاص بمركز الفيصل للمسؤوليه المجتمعيه. نعم. في مجمع السيتي سنتر امام كارفور، هذا احنا بدينا من بدايه رمضان، راح يكون خلال شهر رمضان، وانا ادعو الجمهور من خلال برنامجكم انه يزورون الجناح، راح يلقون الناس الأشخاص المعنيين اللي ممكن يعطونهم فكرة عن دور وأهداف المركز الفيصل، وممكن ينضمون ويسجلون كمتطوعين. نعم. طبعا احنا راح نتواصل معاهم، راح يكون في تواصل وياهم من خلال الإيميلات، من خلال الواتساب، وأيضا بإمكان المشاهدين يزورون يتواصلون من خلال التواصل الاجتماعي، بس يكتبون مركز الفيصل للمسؤوليه المجتمعيه فممكن يتواصلون بالمركز من خلاله. استاذ عبد اللطيف اليافعي كان معي ضيفي في هذه الفقره، يعطيكم العافيه وما شاء الله يعني جهود جباره، الله يعطيكم الف عافيه ويوفقكم ان شاء الله. ومثل ما يقولون يعني في القران، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم ان شاء الله، يعني الله يعطيكم الف عافيه صراحه، جهود جباره. هذا اللي موجود عندي، وطبعا احنا بدورنا ندعو الجمهور والمتطوعين في المشاركه في هذه الفعاليات الخيريه. هذا اللي موجود عندي، نرجع لكم مره ثانيه. شكرا، يعطيك العافيه، اكيد والشكر موصول لضيفك، والله يقدرنا وعلى فعل الخير اكيد. خلينا نروح من مركز الفيصل، خلينا نروح الى الجمعيه الاقطريه للسرطان. تحرص الجمعيه الاقطريه للسرطان مشاهدينا على مشاركه مرضى السرطان آلامهم، وتتشدد على اهميه دعمهم معنويا واشراكهم في كل الفعاليات اللي يسوونها الجمعيه، وذلك تحت تاكيد ان مرض السرطان هو مرض قابل للعلاج، وهذا في حالة اكتشافه مبكرا. خلونا نشوف الإفطار اللي قامت فيه الجمعية الإقطارية للسرطان في مجمع حياة بلازا في هذا التقرير. تماشيا مع روح التسامح والرحمة التي تميز شهر رمضان المبارك، نظمت الجمعية القطرية للسرطان إفطاراً جماعياً لمرضى السرطان في مجمع الحياة بلازا، وذلك إيماناً منها بأهمية مشاركة الناجين من هذا المرض في المناسبات الدينية والاجتماعية. شكر لله عز وجل، أنمنا بالصحة والعافية على هؤلاء الناجين من هذا المرض الخبيث، سائلين الله عز وجل أن يمن بالشفاء على جميع المرضى في العالم. ثانيا نشكر جميع من تبرع وساهم بالدعم الجمعية القطرية للسرطان، احنا ما وصلنا لهذا المكان الا بعد دعم المتبرعين، فالشكر والتقدير لكل من تبرع لصالح الجمعية القطرية للسرطان. انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال من صدقة، فدعوة الى جميع الناس تبرع والتصدق لصالح هؤلاء المرضى. احنا في الجمعية القطرية للسرطان الناجين من السرطان بالنسبة لنا أمل،
فإحنا حبينا يعني نستغل الأيام اللي فيها روحانيات اللي هي أيام رمضان كلها، إن إحنا أولا ندخل السرور على قلوبهم وندخل السرور على قلوب المرضى اللي لسه بيتعالجوا، وندخل السرور على المرضى اللي لسه مكتشفين إن فيه أمل، إن فيه ناس بتعدي من السرطان بفضل الله وبتشفى وبترجع سلمة بفضل الله. حفل الإفطار تضمن ندوة للدكتور وجد غنيم، وتحرص إدارة الجمعية على دعم مرضى السرطان من خلال مشاركتهم في العديد من المناسبات ذات الطابع الديني والوطني. الله يجزيهم خير، وايد مهم يعني التوعية والتثقيف في هذا الموضوع. نعم. أنه هو شيء فيه يعني لها علاج، مو بشيء المفروض احنا ما نتكلم عنه، والطب كل يوم يتقدم ودائما في أمل. أهم شيء الفحص الدوري، ترى الفحص الدوري كل 6 شهور يفيد الإنسان وايد، يعني الشخص اللي متابع الفحص الدوري كل 6 شهور يعني يمكن يكتشف أشياء بسيطة فيه يعني. وإن شاء الله كلهم ما فيهم إلا العافية إن شاء الله. ومن هذا الإفطار مع جمعية السرطان بنفس ما تعودنا كل أسبوع معاكم الزميل حمد الفياض ياخذنا في جولة تفتيشية مع البلدية، وهالمرة راحوا مطعم لؤلؤة شرق. تفضل عندك الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير خواتي في الاستديو. طبعا مثل ما عودناكم في جولتنا التوعوية مع البلدية، اليوم احنا في فندق لؤلؤة الشرق، وهذا المطعم طبعا اللي يتميز بالفيو الجميل اللي على الكورنيش والمساحة اللي موجودة فيه والأكلات الجميلة. طبعا كل مرة احنا نتكلم عن المطبخ وإيش المفروض يكون فيه والأشياء الحارة والأشياء الباردة، ولكن اليوم احنا بنتكلم عن شيء جديد، شيء مميز. خليكم معانا، خلونا نرحب بالسيد مجدي زيدان رئيس الرقابة الصحية في بلدية الريان. مساك الله بالخير سيد مجدي. سلام عليكم استاذ، يعطيك العافية. طبعا احنا قلنا حق مشاهدينا ان كل مرة كنا ندخل معاهم المطبخ، الحين هم شوي متفاجئين ان احنا واقفين عند طاولة وقاعدين نتكلم، ما في مطابخ اليوم ولا في حار ولا في بارد. الحمد لله رب العالمين. طيب احنا اليوم نبي نعطي نصائح حق مشاهدينا عن ترتيب الطاولات لان يدخلون المطعم، شو المفروض انه يكون موجود وشو المفروض ما يكون موجود. احنا بدايه طيب. نتكلم عن السيت اب اللي موجود، طبعا هم الشباب جهزوه لنا والمفروض انه ما يكون موجود اول ما الشخص يدخل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه انا سعيد جدا بطرح الفكره هذه، جزاك الله خير. انا بصراحه مش دوم الناس تتكلم عنها او مش دوم الناس تنتبه على النقطه هذه، دائما مثل ما قلت مطابخ، تجهيز، تحضير، تنظيف الى اخره. صحيح. طبعا في عندنا نقطه مهمه جدا وبسيطه جدا لازم نعرفها وتكون قدام عيوننا، اي ماده تدخل في تجهيز او تحضير او ملامسه الماده الغذائيه بغض النظر ايش نوعها تعتبر ماده غذائيه وتعامل معامله الماده الغذائيه. نفسرها شوي حق يعني مشاهدينا. يعني عندي من أدوات تحضير، من أدوات تقديم، من الصحون، من ملاعق، من سكاكين، أي مادة غير غذائية بس راح تلامس الغذاء إذا تنطبق عليها شروط المادة الغذائية من حفظ وتحضير وتنظيف وتنظيف وتخزين إلى آخر من الأمور هذه. لأن ببساطة أنا جميع عمليات التجهيز الغذائية ممتازة، أجل المعدات تكون ملوثة ما استفدت شيء، انقلت لي التلوث المادة الغذائية اللي بينتقل من خلال المادة الغذائية لي وبتسبب لي أمراض كثيرة. طيب نبتدي أول شيء كجلسة أو نقول طاولة تقديم الطعام للمستهلكين. صحيح. أو للزبائن. طبعا في اشتراط، أول شيء في اشتراط عندنا خاصة بالطاولات أنها تكون من مواد لا تتفاعل مع المادة الغذائية، سهلة التنظيف، مثل الزجاج، الستانلس ستيل، فخار، أي مادة سهل التنظيف ولا تتفاعل مع المادة الغذائية. صحيح. طيب انتهينا من الطاولات. طبعا بس في استثناء هنا بسيط، خلينا نقول الفنادق الخمس نجوم بما ان عندهم كادر جيد وعندهم تدريب ممتاز جدا وعندهم مرافقهم الخاصة كمغاسل، فممكن يستخدم مفارش الطاولات لتغطية الطاولات على ان كل زبون ما يخلص وجبته يتم لم المفرش كامل وتبديله مفرش جديد يكون طبعا مغسول بطريقه جيده ومعقم الى اخره من الامور هذه. جميل جميل. هذه معلومه جيده جدا. يعني واضح. المطاعم العاديه المفروض ما يكون في عليها مفارش. المفروض المفروض شلون لضمان السلامه الصحيه. صحيح. لضمان السلامه الصحيه شلون. فنبتدي اول شيء طبعا انا كزبون اعتبر نفسي الحين زبون، دخلت المطعم
الأصل أن هذه الأدوات كلها ما تكون موجودة. صحيح. إلا الأشياء الأساسية مثل الكلينكس، المملحة، الفلفل والملح والآخر من الأساسيات هذه. إذا الطفايات موجودة. الطفايات هي طبعاً يعني على حسب المطعم. حسب المطعم، أوكي. لكن أيضاً أنا ممكن أعطي العذر للمطعم إن شلون من ناحية الديكور ممكن يضع بعض الأدوات، لكن خلينا نقول للزينة. صحيح. أنا جلست بدل ما الطاولة فاضية والواحد تدري الواحد من المنظر والديكور وكذا يعني يأخذ انطباع عن المكان اللي هو داخل فيه، بس ساعة وصول الطبق الرئيسي يتم إزالة هذه المعدات كلها والأدوات كلها ووضع الأدوات الجديدة اللي هي موجودة مع الطبق الرئيسي جاية من المطبخ بشكل سليم معقم. هذا شرط أساسي. هذا المفروض وهذا الأصل. وإذا غفل عن هذا الغفل عنه طبعاً. غفل عنه خلنا نقول في البداية ننبهه. نوعي كذا، لكن في الاخر ممكن ناخذ من مع اجراءات. لا بس انا احنا انتقلنا من تفتيشيه لتوعويه. احنا الوعي مشاهدينا ان اذا الموجود السيت اب او الترتيب بالكامل موجود وانا جيت جلست، لا انا اطلب من الشخص انه هو يغير لي اياه لادوات جديده. المفروض جيد. وهذا المفروض ان كل زبون ياخذ باله منه، لان ما معروضه من متى معروضه الناس اللي شغالين. هل انا مثلا عفوا انا كزبون جيت قعدت على الطاوله هذه شوف ما عجبتني، لا صحيح. بغير المكان الثاني بروح طاوله ثانيه زين. صحيح. ملامستي احتكاكي، هل انا مريض مش مريض احمل امر يعني ما نبي يعني ننقل ذعر للمستهلكين، لكن ايضا خلينا نكون حريصين، الوقايه افضل من العلاج. صحيح صادق. فعندنا الادوات هذه مثل ما ذكرنا طبعا تعامل مع الماده الغذائيه. قسم التنظيف في المطبخ طبعا تحضر هناك، تغسل، تعقم، تنشف، تخزن في أماكن مناسبة بعيد عن المواد الغذائية، مكان مخصص لها. عند الحاجة يتم أو عند الطلب يتم إحضار الصحون أو المعالق أو كذا إلى آخره وتقديمها للزبون. طبعا حتى الويتر أو النادل أو القرصون مش كلهم مخصصين أنه يتعامل مع المواد الغذائية ويقدمها للعميل أو للمستهلك. يعني صحيح. تحصل مثلا واحد ما شاء الله لابس كذا بدلة وشيء، هذا هو المفروض أنه يتعامل مع المواد الغذائية أنه ماخذ احتياطاته كاملة. في ستاف ثاني يجي بعده او فريق ثاني اللي هو يكون لبسه بسيط او يعني عادي، القميص الابيض وكذا عشان ايضا يبين على مظهره هل هو يعني النظافه العامه للشخص اللي يتعامل مع الماده الغذائيه. صحيح. وظيفه تنظيف وشيء للصحون اللي تم تناول الاكل فيها ويصلها للمطبخ. طيب انا في عندي سؤال نبي ناخذه سريعا. نعم. وبعدها بنطرح سؤال المسابقه. حلو. الحين بعض القرصون الموجود في المطاعم مثلا ينظف الطفايه، يشيل الصحن، يجيب لي صحن جديد بدون ما يكون لابس قفاز. هذه خطورتها. المشكله ان للاسف احنا محتاجين توعيه. صحيح. فعلا لازم نجيب يعني التوعيه بتريحنا من اشياء كثيره، لان ايضا احنا نتعامل مع ثقافات مختلفه. جميل. يعني هو مش متعمد لكن هذا اللي يعرفه. صحيح. صادق. فبالتالي لازم يحافظ على نفسه. ان الناس اللي قاعد تاكل هل انا عارف انهم مرضى ولا لا؟ هل يحملون امراض ولا لا؟ عفوا الكلينكس يمكن احد الاخوان او الرانش قال زين لو الكلينكس حد استخدمه وحطه على الطاوله، جاي القرصون او اللي ينظف شاله بيده. صحيح. انت خاف على نفسك لان في النهايه لا سمح الله صار لك شيء راح ينتقل يرتد مره ثانيه على المستهلكين وعلى على العاملين في المطعم، فالعمليه ايش متكامله مثل الدائره. طيب. ما اقدر استغني عن هذا وما اقدر استغني عن هذا. يلا ننتقل لسؤالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السؤال اليوم ما هي درجات الحرارة المثلى، درجات الحرارة المثلى لتخزين الأكل المطهي الحار والبارد؟ يعني لما أكل مطهي أبي أخزنه البارد من درجة كم وإحنا نازلين، الطعام الحار المطهي أبي أحفظه بدرجة كم وإحنا طالعين؟ جزاك الله بخير وبارك الله. الله يرضى عليك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام طبعا السؤال نعيده مرة ثانية، ما هي درجة الحرارة المثلى لحفظ الأغذية المطهية بارد وحار؟ بترسلون طبعا الاجابات على الـ على الـ على الايميل اللي موجود، والجواب بيكون على ويب سايت وزاره البلديه. نعطيهم العافيه على هذه المعلومات، اتمنى ان انتم استفدتوا. انتظرونا ان شاء الله في جولتنا يوم الخميس. هذا كان ما لدينا من لؤلؤه الشرق، نرجع لكم في الاستديو. شكرا، يعطيك العافيه. اكيد الشكر موصول لضيفك، جدا مهم يعني التوعيه والتثقيف في هذه الامور. الحين خلاص من الدشون مطعم الصحون والادوات اللي موجوده على الطاوله المفروض تتغير، وفي الاغلب لو جاك الصحن او الادوات شوي دافيه معناتها توها مغسوله ومعقمه. وهل عندي وانا عندي مشاهدينا كيف ندير وقتنا ونستفيد منه بدون ما نضيع وقت فراغ يكون عندنا، نتعرف على هالموضوع مع الدكتوره هي المعاضيد ولكن بعد الفاصل، خليكم معنا.